كبير. جميل، حتى قلبة العدم طلع معاك. بندوس نطلع زي كده. تمام. لا لا عشان خاطر ايه؟ تمام. العشر في موتور، في موتور العادي. تمام. دي الحته اللي ماسكه على الحساس عشان لما يتملى يعرف ان هو اتملى. الحساس لا بيبقى فوق الحته دي الحساس. مش هيبان منه. طب احنا فكنا اربع مسامير، ادي مسمار شغل كده عليه كده الواحد اهو، ادي الثاني هنا كده تحت السلك كده. تمام. ادي اثنين ثاني الناحيه الثانيه اهو، ادي مسمار هنا مسمار هنا. تمام. طلع معانا البناء على طول كده. على طول على طول، امال هيطلع على عرض. تمام. الكليبسات بقى، ادي الكليبسه. ادي الثانيه. ماشي ماشي، انا موافق. انت موافق على الكلام ده؟ طيب. لبسات تتخلع لوحديها ودي تسوى ما تتخلعش. تمام. اديك لبسه تاني هنا. وادي لبسه ايه؟ تاني. وادي مكان مدخل الفلاشه. المسمارين. لازم تعلي صوتك كده في ال عشان هم مسمارين. ها؟ ما حاجه طلع معانا البنا لوحديها عشان تشيل البتاع كده. لا كده بص عشان تقيس به الورق. وفلاشه اهي، فلاشتين. استنى نجيب الفلاشتين.
واحد ال اه وسلك طويل عشان كميه المعلومات تبقى اطول حجمه. طيب نمشي بنظام الخلعه. تمام خلعنا. ايه بقى اللي ماسك هنا؟ ماشي. اوه يلا ده اللي انا شايفه ده حقيقي ولا ايه؟ استنى بقى تعالى نصور جوه. اهو بص احنا شايفين ايه دلوقتي؟ نظام اللخلعه. ركز معايا يا سعيد. انا معاك انا بحب النظام ده قوي. تمام باللخلع حته يا اخي اللخلع معانا يبقى هنا ايه؟ مفيش حاجه. يلا شيل عشان نخش السكالر ده. ادي مسمار اهو خلعناه هنا كده. عندنا مسمارين تاني من ورا كده. ادي مسمار اهو. المسمار تاني هنا. طبعا وحشين ايه؟ الكلبسين دول اللي رافطين السكانر بالكنترول. ده السكانر ماشي. حد زياده المسمارين دول كده. ادي مسمار الثاني. بكل سهولة بكل سهولة لحالي. شفت ماتور يحب لو نجيب بقى الازازة نفهم الماتور ده بيشتغل ازاي. بص الكاميرا دي الحركة والاثنين دول تثبيت. الكاميرا كده يعني. الاثنين دول تثبيت. تثبيت ودي الحركة من هنا وديت الحركة. ويبقى دوت كده عشان يقرا ان هي موجودة في مكانها اصلا. شدايات ماشي. بس والخلاص ده المخرج الحبر من الازازه. وده المدخل في المجموعه. بس من قدام واثنين على الجنب. هذا الكبسة المار كان مجوة ما بينشا فانا شوف مكان الفتح كده. شفتو كده. دي كارتة الكنترول. كارتة الاس درايف اللي هي الجهاز السخان. عشان تفكها لازم تفك الكفر الصغير اللي موجود. العشية اللي فوق الحمد لله. شكرا الله. ايه اركب نزلوا المحنة دي تحت. اثنين خليها بقى نزلها تحت دلوقتي ليها قاعدة. ايه كارتة الاس درايف اللي بتغذي السخان. وده الكابل اللي موصل بيها بايه؟ كارتة الباور سبلاي. وادي كابلين السخان اهو من كارتة الاس درايف على السخان. ودي كابل ايه؟ الباور سبلاي بالكارتة الاس درايف. دي تهوية مروحة السخان. المسمار واحد هنا اهو. فين مكان المسمار؟ مكان المسمار. تمام. ودي الناجح. تمام. ماشي. ودي مروحة مجموعة الخروج. مسمار واحد وكلبساية
الشريط تمام. وهنا ايه الكليبسه دي بتاعت الكهرباء دي كارتة الانجن. فك يلا انا فك الكراس من اول صح يا حاج والله لا في السريع شيخ ركز 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 تشد البره سنة ايه كل اللي شروا ده بتاع سمرة بتاع الكوار لا خمس تماما خير ثواني 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 اسم فك العادة الصغير طب اللي تحت دي بقى ازاي ايش ايه ده ايه كل الكابلات الداتا دي ما دي بص كابلين بالكارت الاشارات التكميم ليه وكابل بكارت كارت الاشارات الاولانيه ليه برضو انت هم انت شغلتهم هم شغلتهم انت ليه كل الكلام ده انا مش عاجبني رجع المكنه دي للاختراع قول له حدا مش موافق على قول له حدا مش موافق على الاختراع دي فوق اما احنا ليكوا حبيبتنا يا كابل واحد ومطلع عيننا اه القطر يعمل حاجه اه ده حد الانجن اسمعي الانجن طيب الماتور السخان الماتور طبعا درام لاسخوت الماتور درام لاسخوت
متعشقين من غير مسامير. ايه؟ بقول لك شد بس خلي بالك عشان متعشقين من غير مسامير. بالثلاث درامات على ما تروح الدهور بقى اللي ما هو موال ده ماتور الديفولبر الاسود يحرك كده وده ماتور الديفولبر الالوان ثلاثه مع بعض تطلع سيفتي على فوق دي كده دي بتاع الشحن كارت الشحن خاصه للحصير الحصير الاربع رولات بتاعت الالوان الالوان والاسود يعني ودي الار دي كارت الشحن دي تشحن الدرامات من هنا السيستم في سيستم جوه كده زين كده سيستم جوه هنا بتوصل الشحن من غير اسلاك ولا اي حاجه شحن على طول خلال ايه جوه اتنين لو بص في واحده 7 سنه واحده 3 سنه بص من الاثنين اللي هنا هتلاقيهم بنفس الشكل فهي رسمه هي دي بتاعت الشحن الكارت هنا بتوصل الشحن مباشر على طول مش اسلاك وشغل ارفع الحصيره من اللوكين دول كده ارفعها من فوق السنه كده وفرها دي الحصيرة شايف ماتور الحصيرة فيها ده ماتور الماتور العادم كده تمام الحصيرة تلف الماتور يشتغل يعدي على الشفرة دي كده استنى شاود تمسح الحبر اللي على الحصيرة يمشي كده في مساره كده لغاية الجاية كده ايه ينزل في الفتحة دي ينزل في الفتحة دي لتحت شايف كده يخش هنا عشان يطلع من هنا اهو فلت العالم تمام تمام انت عندك شحن درام تانك الغرفه يبقى فيه رولين سيلف لورال والرول ماجنتيك وشحن رول الشحن سيلف لورال ورول ماجنتيك ورول الشحن دول التلاته دول الشحن عايز الشحن خلاص هتكسب والسخان في المكنة فيه يطلع لفوق
فيش لود. ايه البوزين دول؟ دي بكرة ليه دول الأول والسخان فيه سخان بس اكيد سخانها زي دي السخان بتاعها زي اللي هنا ده وحشتني الله يبارك فيك الله يسلمك الله يسلمك بكره الساحه الدرج الثاني يا جماعه الساحه بسم الله عشان مجموعه الخروج يا شيخ ممكن مجموعة الخروج بتطلع كده عادي يعني مش لازم تفرق في المكنة يعني انت فاهمني؟ اه مش لازم تفرق في ال 30 45 لازم تفك الميكانيك خلي بالك في سلك هنا مجموعة الخروج